السلام عليكم، مهند معاكم. فيديو النهارده من الفيديوهات اللي انا مبسوط جدا ان انا بعملها، وبقالي كتير جدا مستني الفيديو ده، تقريبا بقالي سنه ونص او اكتر مستني ان انا اعمل فيديو زي ده. بقالي شهرين ثلاثه ناس كتيره بتسالني ليه الفيديوهات قليله، ليه الفيديوهات ما بتنزلش بصوره منتظمه، وده ليه سبب، وسبب جميل جدا. ودولت هم السبب. الحمد لله رب العالمين. تيتا ولدت ثلاثة، ما شاء الله صحتهم كويسة جدا. جيرمن شابرد، شو لاين، شورت هير، شورتات، ولاد شورتات، ولاد شورتات، دم قوي جدا ان شاء الله، وتكون حاجة تشرف بإذن الله. الفيديو ده مش بس بقول لكم ان ديفا خلفت الحمد لله، لا، الفيديو ده بقول لكم ان شاء الله في الفترة اللي جاية هيكون في فيديوهات عن اللي فاتكم كله بقى، من اول حيض ديفا، ازاي عرفنا ان في وقتها للجواز، اختيار الذكر، حملها، تغذيتها وهي حامل، ولادتها، تغذيتها بعد الحمل، الترتيبات اللي احنا عاملينها عشان الولادة، المكان وكده، حاجات كتيرة جدا، حاجات الصعوبة اللي بتواجهها ان انت تعمل حاجة زي كده من غير بلكونة، من غير جنينة، حاجة بتتعمل في الشقة. طبعا الموضوع مش بالسهولة دي، وبصراحة محتاج اكتر من واحد يباشر الموضوع ده. يعني انا بالنسبة لي وجود مراتي معايا سهل عليا كتير جدا في حاجة زي كده. استنوا ان شاء الله الفيديوهات اللي جاية تنزل في اقرب فرصة، وان شاء الله الفيديوهات اللي جاية دي تعجبكم وتفيدكم، وما تنسوش تعملوا فولو على الفيسبوك والانستجرام عشان ما يفوتكوش اي حاجة، وتشوفوا الفيديوهات اللي فاتت، وما تنسوش تشوفوا الفيديوهات اللي جايه. يلا، السلام عليكم. انت بتتداول ليه؟